ولك عاش يرضي يحكي هيك، لك عاش يرضي يحكي ولك. مع مين كنت تتعامل من اهل العمارة ولك؟ ما كنت تتعامل مع حدا يا كلب. امور هيك انا بفرجيك. انصحك تعترف لأنه الإنكار ما رح بيفيدك. ما بعرف شي، ما بعرف شي. بس في تقارير وإثباتات بتحكي عكس هالشي. حكي هذا الحكي مزبوط، هذا حكي عدوي. ليش ما خبرتنا شو صار بالعمارة؟ كنت ناوي اعتقلهم وبعدين خبركم مشان بيض وشي قدامكم. ماشي يا كلب، انا رح خليك تعترف. كفو. خير خير، ليش اترك بالعمارة؟ يعطيكم العافية شباب. اهلا وسهلا. أنا كريم رئيس المخفر، عينوني من الحكمية الفرنسوية حتى أحمي حارتكم. يا أهلا وسهلا. وأنا أبو العز زعيم حارة العمارة. الشيخ أبو طاهر. أهلا وسهلا. أبو فهد شيخ شباب الحارة. أهلا وسهلا. ابني عز الدين. أهلا. أبو قاسم. تشرفنا أبو العز. يا أهلا وسهلا. إن شاء الله نكون عاد المسؤولية بحماية حارتكم، خاصة من بعد الأحداث اللي صارت مؤخرا. إن شاء الله. إن شاء الله. نزل الله معك. الله معك. مع السلامة.